السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. بهذا الفيديو نتوجه مباشرة إلى كلام الداعية المصري السني طارق المصري، وهو يتكلم عن الأحداث الأخيرة وعلى من تشمت ويرد على من تشمت باستشهاد السيد. لنستمع إن شاء الله لتمام الحوار ولنا تعقيب وملاحظة مهمة، فخليكم الفيديو بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قاتل على هذه المنظومة، المنظومة التي يفرح لها السنة، الفلسطينيون. الفلسطينيون بأجمعهم لا تكاد تجد فيهم إلا قلائل اللي هم يسموا متشيعين يعني، لكن هم سنة، حماس سنة، هنية سني، مشعل سني، السنوار سني، ولا يقبلون إهانة بشكل أو بآخر لواحد من أصحاب النبي فضلاً عن أبي بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة. يبقى إذن هناك تقاطع بينهم واتفاق، والسنة لم يخف واحد منهم من أهل السنة على وجه الأرض، لم يخفوا مقاتلين، فقط حتى زعيم السنة الذي يعتبر نفسه الخليفة العثماني الجديد لم نسمع منه إلا الكلام، أردوغان، وهو على علاقة سياسية ودبلوماسية بإسرائيل واتفاقيات بينهم. عبد الله ملك الأردن لم يفعل شيئا، السيسي رئيس مصر لم يفعل شيئا، الجزائر التي تعتبر نفسها ضد أمريكا لم تفعل شيئاً، المغرب التي هي مسؤولة، ملك المغرب مسؤول عن القدس لم يفعل شيئاً. إذن السعودية طبعاً، أخونا محمد بن سلمان مشغول بالرأس والطبل، يعني محمد بن سلمان مشغول بالطبل والرأس عشان خاطر لأن هيهدوه، قالوا له لو ما بطلتش، والحقيقة يشكروا الأمريكان إذا هم أخضعوا محمد بن سلمان مشكورين، لأن الرأس في السعودية أحسن من الوهابية، بل الإلحاد في السعودية أرحم من الوهابية، البعض ينظر إليه. أنا أقول لك إذا كان الإسلام هو القتل والإسلام هو الفجور، لأن ما انتشر القتل والكراهية والضلال إلا من الفكر الوهابي اللي هم رعاع الحنابلة ومشايخ السعودية. طبعا هو أسكتهم جميعا، مشكور محمد بن سلمان مشكور، ولو أنه خضع للمخابرات الأمريكية وما إلى ذلك واضطر أن هو يحولها إلى رقص، مشكور لأنه أنقذ السعودية، أنقذ الأمة العربية والإسلامية من المكفرين. لا زال منهم فلول، وعلي بن أبي طالب قال هذا الكلام عندما أنهى الوهابية. علي بن أبي طالب عندما أنهى الوهابية، هي الخوارج، عندما قتل الخوارج يوم صفين، علي بن أبي طالب قال أحد رجاله شيعة علي، قال له الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي خلصنا منهم. قال له لا، لم يزالوا في أرحام النساء وأصلاب الرجال، ما انتهوش يا ابني ولن ينتهوا هؤلاء الذين يكفرون حسن بهذه الطريقة القذرة المنحرفة. رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول ويشهد ويصلي ويصوم ويحج ويزكي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقاتل من أجل السنة، كانت تستطيع بسهولة أن تقف متفرجة، كما وقف أردوغان والسعودية والخليج، قطر اللي هي كانت ترسل وتدعم مع الخليج لتحطيم النظام السوري، قطر وشركائها لم يفعلوا إلا الكلام، وسطاء بس. طب يا عمي ابعتوا لنا طيارة منظرة حتى اتمنظر، ما حدش يقدر يتمنظر.
عايزين من إيران إيه أكتر من كده؟ ماذا تصنع؟ أنا لا أتفع، أنا حتى لا يفهم أحد أنني أدعم إيران، بس أنا أقول حلل أيها الغبي المستمع الذي تكفر الناس. ذيك النهار الأسبوع الماضي اتصلت بي امرأة مصرية تسألني، انظروا على الفضائح، تسألني هل يجوز زواج المرأة السنية من شيعي؟ اتصلت بي وأول مرة أسمع صوتها يعني أو أتعرف عليها، يا قالت اتصلت بك قبل ذلك. قلت لها يا ستي هو مسلم، هو يصلي يشهد ويصلي ويصوم ويحج ويزكي، هو يصوم رمضان لا يصوم شعبان، هو لا زال يصوم رمضان ويحج في نفس السنة والتوقيت بتاع السنة، والسعودية تسمح. طيب بعد كل هذا تريدون أن تمزقوا المسلمين؟ تشمت في الرجل الذي قاتل، ولو سكتت إيران وسكت رجع المرتبطون اللي هو محور المقاومة وسكتوا، كانوا ما حصل لهمش حاجة مهما فعلتم. طيب تقولون نصر ذهب ودمر سوريا، أنتم قلتم في القديم عن جده علي بن أبي طالب هو الذي قتل المسلمين أيضا، علي بن أبي طالب قتل المسلمين يوم الجمل، وكانت فيهم أم المؤمنين عائشة والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، علي قاد الجيش الذي قتل الزبير وطلحة، الزبير قيل قتله واحد لكن الزبير وطلحة كانوا في الجيش ضد علي، علي قتل المسلمين وأنتم تقولون علي يقتل المسلمين. طيب وعلي قتل المسلمين يوم صفين، علي قتل المسلمين يوم صفين، فهل علي خرج من الإسلام؟ طبعا بعض الرعاة الحنابلة يسبون علي، ماذا صنع؟ قتل المسلمين. هذا علي بن أبي طالب، والخوارج قتل الخوارج يوم النهروان، وعلي لم يصنع فتحا واحدا، علي لم يفتح للصين ولا المغرب العربي، يعني علي الخمس سنين أو أربع سنين وتسعة أشهر علي قاتل المسلمين، فهل علي عندما قاتل المسلمين كفر؟ والنبي يقول عنه مهما ضعفتم أيها الخوارج الضالين رعاء الحنابلة، مهما ضعفتم الحديث الذي روي عن أبي أيوب الأنصاري وعن عمار بن ياسر وعن أبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن مسعود، إن النبي قال لعلي أنك تقاتل الناكثين والمارقين، الناكثين والمارقين والقاسطين، قال له تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والناكثين هم الزبير وطلحة بايعوه ثم ناكسوا، والقاسطين معاوية وشركاء، والخوارج الأمة المارقين اللي النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أنتم تسبون الرجل وتهينون الرجل، علي بن أبي طالب قتل مظلوما ولم يزل علي بن أبي طالب. تتصوروا الرجل الذي اسمه عمران بن حطان الذي قتل علي من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم، ابن ملجم هذا يقول عنه عمران بن حطان يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا عند ذي العرش من ذي العرش رضوانا، ما كنت أحسبه يوما مش عارف إيه إلا يعني إنه هو رجل عظيم أوي، اللي هو مين؟ عمران بن حطين. هذا الرجل الذي يصف قاتل علي بهذه الطريقة يروي له البخاري. أنتم أحفاد الذين يكرهون علي وتكفرون الرجل. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، طبعا الفيديو كان مدته أكثر من نصف ساعة تقريبا قرابة 40 دقيقة، وهذه هي الخلاصة. من يريد أن يشاهد تمام الكلام تطرق إلى مواضيع عديدة بمقدمات كثيرة، وبين أمور جانبية إن صحت العبارة، فقط أنا حبيت أنه أخذ موضع الشاهد، حبيت أنه أخذ رده
الذي رده على عبد الله النهاري. الآن يا عبد الله النهاري لماذا لا تتوحد مع الذين، بالله عليكم، بالله عليكم أخواني أخواتي، الآن عندنا طرف مسلم، الآن نحن نتكلم بأبسط أبسط أبسط الأشياء، ولا العقلاء والمثقفين والأشخاص الذين يمتلكون وعي تشيعوا أو أصبحوا يميلون إلى التشيع بشكل جدا كبير، لكن نخاطب هؤلاء نقول أنه الآن أنتم عندكم طرف مسلم اللي هم الشيعة، وطرف آخر ليس مسلم إنما يدعو إلى قتلكم، يدعو إلى يعني بالله عليكم إلى نهبكم، إلى تشريدكم، إلى تهجيركم، بالله عليكم مع من تقفون؟ لماذا عندما يفعل الشيعة شيء أنتم ترفضونه؟ شعوبكم ملت منكم، شعوبكم رفضتكم، شعوبكم بالله العلي العظيم يعني ملت من الخطاب الذي تأتون به. فعلت إيران شيء مسرحية، فعلت إيران شيء مسرحية، فعل الشيعة شيء مسرحية، قوموا بمسرحية، قوموا بمسرحية. هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم. أؤكد أن الشيخ طارق المصري تطرق إلى أمور جدا عديدة، لكن أنا فقط بيت أنه أخذ فقط موضع الشاهد، الكلام الذي يخص السيد واستشهاد السيد. أيضا تطرق في بداية الفيديو إلى معنى الشهادة، ويعني أمور جدا كثيرة، من يريد أن يراجع فقط أقول للأمانة فليراجع المقطع كامل في قناة. تقبلت حياتي، وانتظروني إن شاء الله بفيديوهات قادمة، وفي أمان الله.